في أول خرجة إعلامية للوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل العائد منذ أسابيع إلى الجزائر، قام الأخير بزيارة إلى زاوية سيدي محمد بن مرزوق ببنهار بولاية الجلفة. وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تم تكريمه من طرف شيوخ وأعيان زوايا المنطقة، وكان للوزير الأسبق للطاقة حديث مع مختلف ممثلي المجتمع المدني والأعيان بالمنطقة. اللقاء تحدث فيه الوزير عن العديد من القضايا المتعلقة بالوضعية الاقتصادية للبلاد وسوق النفط وتقلباتها. مع الطقس مليح.